طبتم وطابت أوقاتكم، لا تدعوا القلق والحزن عنوان يومكم، واستمتعوا دائما معنا مع ما نقدمه بصباح العربية. يسعد صباحك عادل، صباح الخير لكل متابعي صباح العربية في كل مكان. نبدأ يوما جديدا وحلقة جديدة من صباح العربية، وكالعادة إلى العناوين. شركة تستثمر المليارات لرفع مدى الحياة، ودراسات تشير إلى أن الإنسان يمكن أن يعيش أكثر من 130 عاماً، والعواطف الإيجابية بالتأكيد لها دور بارز. مهمة تستحق العناء، المؤثرة البصرية هي سحر الأفلام. نغوص معكم في كواليس أهم شركات المؤثرات في عالم السينما بهوليوود. كلهم من جمال. هذا البني آدم عم وصي لحتى يجيب لي 10 لتر بنزين مشان بس. سيكون معنا في صباح العربية اليوتيوبر السوري إبراهيم المعراوي، نتعرف كيف نال شهرته الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق نسب مشاهدة عالية. وضمن مواضيع حلقة اليوم نتابع: طلاق سعيد، أخيرا اتطلقت، ملصق على السيارة في شوارع القاهرة، هكذا احتفلت مصرية بطلاقها. نتعرف عن قرب على ظاهرة الاحتفال بالطلاق من القاهرة. مع اقتراب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنتج والكاتب محمد حفظي ورئيس المهرجان ضيف صباح العربية للحديث عن آخر التحضيرات وجديد أعماله. مراحل الحب المكتمل لمسامعة. الإعصار شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية متجهة إلى شمال سلطنة عمان والمناطق الشمالية لدولة الإمارات، وهطول أمطار متفرقة ومتفاوتة على الداخلية ومسقط. إذن وعبد الله، ماذا لديه أيضا اليوم في صباح العربية؟ نعم عادل، استقرار الأوضاع الجوية، ولكن تكوين سحب المدارية بكثافة على الساحل الشرقي. طيب، المطل معك على ساحل خليج عمان في دبي. يبدو أن المستقبل يحمل أخبارا سارة للراغبين في حياة أطول. هذه دراسة لمجلة رويال سوسايتي أوبن ساينس تشير إلى أن حياة الإنسان يمكن أن تمتد من 130 إلى 150 عاما ولو كان الاحتمال ضئيلا، فبعد الوصول إلى سن 110 أعوام يصبح خطر الموت 50%. وشبهت الدراسة الحياة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص بلعبة العملة المعدنية، إذا جاءت على الصورة فأنت حي، وإذا جاءت على الكتابة فهو الخيار الآخر. يبقى اسم الفرنسية جون كالمان صاحبة أكبر رقم قياسي مثبت في تاريخ البشرية الحديث، والتي توفيت العام 1997 عن 122 عاما فقط. والآن لنذهب إلى لبنان تحديدا لنلتقي بالمعمرة اللبنانية نزهة، والتي بلغت 105 وما زالت تخطط وتحلم بالسفر إلى نيويورك. نتابع. أعطوها تأشير. عينك يا ست الخيط يا عربي ذكرني ببت ستي، تبقى ترندح لي أشعار والدنيا عم بتشتي. أهلا وسهلا فيكم كلكم. الباب وهالحيطان داري مثل دارة. داش عمري 103. أنا قالوا لي 105 أكتر، ما بعرف بجودي يكون أكتر، ما بعرف. تبقى تقعدني وتحكيني عندي 6 بنات
والصبيان اتنين تاهم كانوا تاهم. تبقى تقعد لي وتحكي بالطيارة هنخديني على نيويورك. في عنا شباب من داير الأحمر لهم قيمتهم بالنيويورك. وبشوح لك ايه ده، أنا ما في أخدك على نيويورك، بس جبت لك إياها شوي لعندك. بتعرفي إنه هول كلهم بنيويورك؟ ونيويورك وين أنت بدك تروحي فيها تمثال الحرية وفيها كتير أبراج. والله إني كذابين بلبنان كتير، كذابين كذابين بيسرى بهم جايبتهم مصاري علي للمية ما بيخلوا يجي. أنا ذكية ولو كنت ما بعرف شيء، بس ذكية بالحاكي ما في كلاي. كان عمري 7 سنين وقت الجاي جبران خليل جبران. 7 سنين ركبني بي عالدبي، بكيت الطريق ما في طريق لفتحتها فرنسا. فراشتي عدفنا؟ ايه على الاول بعد ما كان في خليقه ودي الصوفي حب وام كلتو ايه هودي حب. بس اللي كانوا قديمان صوتهم احلى، صوتك حلو غني. فرق ما بيننا ليه الزمان، فرق ما بيننا ليه الزمان، ده العمر كله ده العمر كله بعدك. العرس يمكن طول. ما عالج الناس مثل الحب من سقم، ولا برى مثله عظما ولا جسدا. بهذه الأبيات نبدأ معكم الحديث عن أهمية الرفاهية العاطفية للمتقدمين في العمر، والتي تعتبر في دراسة أمريكية أنها احتياج نفسي مهم لهم. فالرفاهية العاطفية هي القدرة على إنتاج المشاعر والحالات المزاجية والأفكار الإيجابية للتغلب على عدة ظروف صحية ونفسية. يتفق هذا البحث مع دراسة بريطانية أكدت أن المشاعر العاطفية الإيجابية تؤدي إلى تحسين جودة الحياة، تحسين جودة الحياة لكبار السن والشباب في آن واحد. وأوضحت أن هذه العواطف تشمل العلاقات الحميمة بكل أشكالها كالجنس وتبادل القبلات والعناق. هذه الدراسة أجريت على 7000 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 89 عاماً. خلصت إلى أن جودة الحياة كانت أعلى لدى أولئك الذين أبلغوا عن أي نوع من النشاط الجنسي، خاصة لدى كبار السن أيضا. على كل حال سألنا الناس كيف تتخيل حياتك بعد عمر 80. نتابع. إنسان الواحد ما بهمه غير يطمن على أولاده ويكون مرتاح وخالي من الأمراض وخالي من هاي. إحنا اليوم على 60 ومعنا مرض، كيف على 80؟ إن شاء الله الله يعطينا عمر ونعيش على 80. أنا بحب باختصار أين وضعت كوب الشاي وأين سوف أطعم دجاجاتي، أو ماذا سوف أطعم دجاجاتي. هذا بالنسبة إلي هيك بحب يكون بعد 80. إن شاء الله تكبر الدنيا والأهداف تكبر معنا ونوصل للعمر، المرحلة اللي بيحكولها مرحلة ملوكية، لأنك أنت تكون عايش حياة ودنيا وصلت اكتفيت من هالدنيا. هلا بدك تشوف انت اللي بتحبهم شو راح يسووا زي ما انت سويت. بعد عمر 80 حلو الواحد يكون بسلام وراحه، واهم شيء ما يسلم حاله ويطور حاله اكثر، لانه كل ما طور حاله بيكون اوعى، بيكون مرتاح اكثر بهذا العمر. اهم شيء انه يكون صحته جيده، ما يحتاج الانسان في انه يساعده وانه يعمل اموره، انه يقدر يقضي اموره الشخصيه بنفسه. ومن الخبر ينضم إلينا سعد بن سامي السجير استشاري الأمراض الجلدية ومقاومة الشيخوخة. أهلا بك معنا صباح الفل. ويعني دائما بنقول أعمار بيد الله، ولكن خلينا نسأل، شفنا بعض الدراسات قبل قليل، هل من أسباب علمية قد تجعل الشخص يعيش أطول من غيره من الأشخاص، أم فقط هي جينات
صبحكم الله بالخير. الله بالنور. أول شيء أنا يمكن أختلف مع بعض الناس اللي يعني كان في التقرير اللي قبل شوي. أنا أعتقد إن لازم الشخص مهما كبر في السن إن يكون فيه له تشالنجز وأهداف وأمال وطموحات. الحلو إنه واحد يعني يرتاح، ولكن الأهداف مهمة جدا. عودة لسؤالك أخت مروة، الشيخوخة وما يسمى بالشيخوخة هي تغييرات بيولوجية تحدث يعني على مستوى الأعضاء الحيوية في الجسم، تخلي تراكمات على الخلايا. هذه التراكمات تخلي الخلايا تفقد يعني جزء من خصائصها، وبالتالي تبدأ إصابتها بأعراض تقدم السن والأمراض وهكذا. دكتور سامي، يعني اليوم خلينا نتكلم بأنه في بعض الحلول. سعد أنا آسف، اليوم في بعض الحلول أنه والله تبديل الخلايا الجذعية أو زراعة الخلايا الجذعية، النمط الحياة، هذا من الممكن يطيل العمر. لكن أيضا بالمقابل في أمراض جديدة وانخفاض المستوى، يعني اللي كان يصاب بمرض القلب بالخمسين الآن بالثلاثين. شلون العالم يقدر يستثمر في موارده لإطالة أعمار البشر؟ والله سؤالك مهم أخ عادل. شوف، في خلال العشرين سنة الأخيرة صار في ثلاث يعني خلينا نقول اختراقات علمية مهمة جدا. أولها اللي اكتملت تماما في سنة 2003، ما يسمى باكتمال مشروع التعرف على تسلسل الجينوم البشري اللي هو DNA، 20 إلى 25 ألف جين مشفر. هذه كانت البداية. بعد ما عرفنا تسلسل الجينوم بدأت التقنية تساعد كثير في شغلتين مهمات تم التوصل إليهم في خلال الخمس سنوات يمكن الأخيرة. الشيء الأول شيء يسمى عوامل ياماناكي، هذا عالم ياباني أيضا حصل على جائزة نوبل. هذه تخيل إضافة أربع بروتينات يعني فقط للDNA ممكن تحول برمجة الخلايا الناضجة ترجعها لحالتها في لما كانت خلايا جذعية جنينية، فترجع لها الشباب. وهذه الآن قاعد تصير فيها يعني دراسات وأبحاث جميلة جدا. الشيء الثالث، وحتى بدوا يسمون يطلقون عليها كسير الحياة، الشيء الثالث اللي موجود الآن هي توفر الأدوات اللي تساعدنا على تحرير وكتابة الجينات. صحيح. أو إعادة كتابة المادة الوراثية. وهذه أيضا موجودة الآن، صارت خلال الأربع أو خمس سنوات الأخيرة، وهي يمكن أيضا من أهم الاكتشافات العلمية. فهذه الموارد اللي الآن وصل لها الإنسان للتعرف على شلون الخلايا قاعد تتغير، شلون الخلايا قاعد تصاب بالتغييرات اللي تخليها تفقد قدرتها على التجديد. طيب ذكرت إكسير الحياة، يعني دكتور سعد خليني أفهم منك، هل يوجد حبة سحرية أم هناك ما زالت الدراسات مستمرة على حبة يعني تخلينا شباب طول العمر، مش بس صحيا كمان شكلا وموضوعا؟ بكل تأكيد الشيخوخة تبدأ من الأعضاء الحيوية الداخلية. في حاليا عقاقير موجودة في الماركت، ولكنها لم يتم الاعتراف فيها من خلال هيئة الغذاء والدواء كأدوية، وإنما ما زالت في مرحلة السبليمنتس أو المكملات الغذائية. أولها اللي يسمونهم تيلوميريز أكتيفيشن أو أكتيفيترز، هذول عقاقير هدفها أنها تطول النهايات الكروموسومية عشان يحافظ الكروموسوم على صحته. طيب. والشيء الثاني اللي هو ممكن رح يتم طرحها يعني قريبا كعقار ودواء اسمه سينوليتك. هذا شو يسوي؟ هذا عبارة عن دواء يتخلص من الخلايا المسنة اللي التراكمات اللي تصير موجودة على الخلايا. هذه التراكمات تسبب تسبب كذا بيئة سامة للخلايا تمنع الخلايا من التجديد. وهذا ترى رح يتم طرحها إن شاء الله. إن شاء الله القلوب كلها خضرة ودوم شباب، ولكن أبو علاء المعري يقول يعني عجبا بالراغب من فزديادي، فبالتالي تعب كلها الحياة فما عجبته إلا من راغب من فزديادي. عسى الله يعين. شكرا لسعد بن سامي الصغير، استشاري الأمراض الجلدية ومقاومة الشيخوخة. بنقاوم الشيخوخة إن شاء الله لين الله يمد بعمارنا. شكرا. حياكم الله. الواحد بعد عمر 80 يحتاج إلى يكون الحياة اجتماعية أكثر،
يكون ناس حواليه، عياله، يكون أحفاده. والله راحة البال إنه يكون بإذن الله يعني الإنسان في ذاك العمر خلص من مرحلة العمل والمشقة اليومية، فيكون عنده الوقت للاستمتاع بالحياة. من هذا السن بلش اشتغل فيه على صحتي عشان بثمانين أكون أردي بالجسم أو الصحة الكافية اللي تخليني التفت للأمور الثانية، يعني يكون نشاط المرأة عمرها 50 أو ممكن 40. أشوف نفسي أنه أكون جدة بين أحفادي وعيالي، وأنه يكون بيتي مفتوح، ممكن يكون عندي بزنس أو شركة خاصة فيني، يكون لي دخل خاص. يكون يا أنك تعيش على بحر وجنبك عيالك والأسرة، يعني تكون حياة هادية في النهاية مو أكثر من كذا. هل يستطيع الثراء الفاحش أن يشتري الحياة؟ سبق أن استعرضنا في صباح العربية الصلة المباشرة بين الثراء والحياة الطويلة، لكن اليوم سنتحدث عن موضوع آخر. مليارديريات العالم يبدو أنهم يعتقدون بأنهم يستطيعون استخدام ثرواتهم في خداع الموت. أكبر ثروات العالم تستثمر المليارات في شركات واختبارات ومبادرات تهدف إلى رفع أمد الحياة إلى ما فوق 100 عام. صاحب أمازون جيف بيزوس استثمر في شركة تهدف إلى إطالة الحياة لدرجة تصبح من دون حدود، خطوات مماثلة اتخذها مليارديريات، منهم مؤسس شركة ألفابت وهي الشركة الأم لجوجل، أيضا لاري كينغ ولاري إليسون من شركة أوراكل. العلماء يعتقدون بأن الوصول إلى أمد حياة عند 200 عام أو حتى 300 عام لم يعد من الخيال العلمي، لكن السؤال الأهم هو هل يستفيد الفقراء من فورة الحياة المديدة أم تبقى حكرا على الأثرياء؟ هي أصغر المليارديرات في العالم، عمرها 6 سنوات فقط. هذه الأميرة الصغيرة باتت من أكبر المؤثرات في الأسرة الحاكمة البريطانية، بما في ذلك في مجال الملابس والموضة. هي الأميرة شارلوت ابنة الأمير ويليام وكيت ميدلتون، وبات لديها تأثير ضخم على الشعب البريطاني كذلك على الاقتصاد البريطاني. تأثيرها الكبير يرصد خصوصا على مبيعات ماركات الملابس والألعاب، وهي الآن أغنى صغار البلاط الملكي بحسب موقع أوكي ماجازين. ثروة الأبنة الوسطى لدوقة كامبريدج الأميرة شارلوت يزيد بمقدار مليار جنيه استرليني عن شقيقها الأكبر الأمير جورج، هو ثروته قدرت ب 2.7 مليار جنيه استرليني، بينما قدرت ثروتها هي ب 3.8 مليار جنيه استرليني. تحصل الأميرة الصغيرة على ملايين الجنيهات من خلال توقيع شركات الملابس والأزياء العقود معها لارتداء أزيائهم والظهور بها علناً. مفارقة أخيرة، تأثير الأميرة الصغيرة فاق تأثير زوجة الأمير هاري الممثلة ميغان ماركل. شلون يمسح؟ مزهرية في الآخر. لا شلون يمسح بعد؟ طيب، الأفلام سحر لا ينتهي، لكن هناك أسرار خلف حرفة الصناعة السينمائية، ومن أهم تلك الأسرار المؤثرات الخاصة. اليوم نزور DNEG وهي من استديوهات طبعا المؤثرات المرئية والرسوم المتحركة الرائدة في عالم الأفلام الروائية. من اللي راح يروح؟ راضي بغصيان راح ياخذنا إلى هنا. نترافق اليوم في رحلة للتعرف على كواليس صناعة الأفلام والجهد الذي يبذل لتنفيذها،
من خلال اللجوء إلى المؤثرات الخاصة الـ VFX Breakdown التي تحيل المستحيل ممكناً وتكلف ملايين الدولارات، كما هي الحال مؤخراً في فيلم جونجل كروز. عملنا على دقة القصة وحبكتها الفرعية، وكان ذلك حساساً لرواية القصة. وفعلياً ما قمنا به هو أنهم صوروا الممثلين في الموقع، والذي بناه مصممو الإنتاج وطاقم البناء، مع شاشة زرقاء وراءه. وما قمنا به هو أننا وسعنا تلك البيئة وابتكرنا عالماً إضافياً كاملاً من خلال استخدام المؤثرات البصرية. ابتكرنا شجرة الحياة والقمر الباكي في الفجوة، وجوهرياً جعلنا الحياة تدب في الأشجار، وهذا ما نقوم به في المؤثرات البصرية. على سبيل المثال، في جانجل كروز استغرق العمل 8 أشهر، قد يستغرق أحياناً 2 سنوات. نتيح لكم في مقاطع حصرية مشاهدة عملية تنفيذ المؤثرات البصرية الخاصة قبل وبعد تطبيقها. ومن الأفلام الرائعة التي استخدمت فيها هذه التقنيات المتطورة فيلم First Man الذي يروي سيرة نيل أرمسترونغ. كان علينا أن نخرج بمجموعة متنوعة من التقنيات لتكون قادرة على الاندماج في هذا الفيلم. ابتكرنا تصوير طائرة أمام شاشة LED. هذه لقطات أرشيفية، استخدمنا فعلياً لقطات حقيقية وجدناها، عالجناها ووضعناها في الفيلم، واستخدمنا مقياس المنممات والمؤثرات البصرية. ما خرجنا به كان طريقة مكننا أن نرى الصورة المنفذة عبر الكمبيوتر للكاميرا، لذا بنينا شاشة LED الهائلة تلك بطول 35 قدماً وعرض 60 قدماً. وفي الواقع انتهى بنا الأمر أن أنتجنا 90 دقيقة من المضمون للشاشة، بينما كان علينا أن ننفذ كل المشاهد بطولها الكامل. وبقيامنا بذلك أمننا أيضا الكثير من الضوء التفاعلي والانعكاسات على الشخصيات. حين يتاح لكم الغوص في كواليس أهم شركات المؤثرات البصرية في عالم السينما كما فعلنا، تكتشفون أن ما من مستحيل هنا. تبدو الصور الأولى قبل التنفيذ مفعمة بالخطوط والنقاط والشاشات الخضراء والزرقاء، وهي ربما ليست واضحة لغير الخبراء، وتتحول إلى مشاهد مبهرة بعد إسقاط المؤثرات البصرية عليها في عملية مرهقة ولكن تستحق العناء. لصباح العربية، رافي بوسيان، هوليوود. أهلا بكم من جديد. إبراهيم المعراوي يوتيوبر سوري اكتسب شهرة وشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال فيديوهات خاصة ينشرها تعبر عن حياته، وأخرى يثير بها الجدل عن قضايا معينة، ولا يترك أحدا من المشاهير أو غيرهم إلا ويوجه له سهام انتقاداته. من أكثر الفيديوهات التي لاقت تفاعلا على صفحته مؤخرا كانت بعنوان تغيير جديد في حياتي وداعا. كانت يا باشا يا باشا والله مشتهي أسافر له، والله أنا بعمري ما ركبت الطيارة. كشف جديدة، هذا بني آدم جاي دبي. هاي عملتي اوكي. اليوم الجو غيم، ما بعرف، انا ماني متعود امسك هاي الكاميرا واصور فيها. كيفكم يا باشا؟ تمام بيبي. فيديو اليوم مختلف كليا، مثل ما حكيت باخر فيديو نزلته على القناه. ليش مختلف؟ لانه هذا اليوم بالنسبه لي يوم تاريخي جدا. تاريخي جدا ليش؟ راح اشتاق لهذا المنظر كثير قلبي. تقريبا صار لي انا عم حاول سنه كامله انه اسافر. بتعرفوا انه انا ليش بدي اسافر؟ باخر فتره انا كثير مقصر بحق قناتي، حسابي على انستغرام، بالتفاعل يلي صاير، بشغلي كاملا، غير لما كنت انزل سلسله يوميه وكل يوم انزل فيديو. تمام، ما عاد اقدر اشتغل او اكفي حياتي لانه ظروف المعيشه يلي صايره بلبنان كثير سيئه، لدرجه اساسيات الحياه كهرباء، مي، انترنت، بنزين. شو التغيير اللي صار بحياتك إبراهيم؟
كاميرا اول مره اول مره صباح الخير صباح النور اليوتيوبر السوري ابراهيم المعراوي يعطيك العافيه الله يعافيك قلت قولوا لي برهوم ليش بحب دلع حالي برهوم ليش تدلع حالك ما بعرف امي كثير بتعيط لي برهوم مش انت لين تدلع حالك انت معك امي بتعملت شو عملت؟ ضليت سميت حالي برهوم برهوم كل مواقع التواصل الاجتماعي صار برهوم برهوم قبل يصحوا لي ابراهيم بس هلا برهوم بقول لك كيفك يا باشا؟ كيفك يا باشا صفا بيبي طيب قول لنا ايه التغيير اللي كان في حياتك انتقالك لدبي؟ كان هو اكبر تغيير؟ ناوي تعمل ايه في دبي؟ هل سيتغير المحتوى، الشكل العام، فيديوهاتك حتختلف؟ ما الذي سيتغير في حياتك؟ هلا الهدف الاول انه اطور من المحتوى تبعي اكثر يعني بلبنان يعني الحمد لله ماشي اموري بس اوضاع البلد يعني كثير سيئه يعني ما في كهرباء ما في انترنت ما في هيك فهون كثير تسهلت الامور علي وصرت انتج اسرع فان شاء الله يعني في تطور رهيب راح يعني قادم المواضيع راح تختلف المواضيع المواضيع دبي غير عن لبنان تقريبا يمكن لانه في مشاهير كثير هون ما بعرف يمكن البلد ايضا يعني البلد غير بتختلف تماما البلد لكن خليني انا بودي اسال انه اليوم ابراهيم انتقادات لمن يوجهها وهل هو انتقادات ولا قد تدخل في باب انه إثارة الجدل يعني. وال تماما ولا لا ايه فيها وجهة نظر واصلا الانتقادات بتجيب مشاكل كمان عرفت كيف وليه ليش تجيب له مشاكل لما انت بتنتقد عن بني ادم في هذا البني ادم ناس بتحبه فما بتتقبل النقد يلي انت عم تنتقدهم اياه فعشان هيك بصير مشاكل والبني ادم هذا بياخذ الموضوع شخصي اكثر ما ياخده طب انت اخذته بشكل شخصي وما تقبلتش الانتقاد اللي وجهت لك وحده يوتيوبر او اثنين وحده علقت على شكلك وحده علقت على لبسك ما حبيت يعني ورديت الصميم اوكي انا ما بحب حدا يعلق على شكلي اوكي لانه انا اصلا ما بعلق على اشكال الناس بعلق على المحتوى او بعلق بس على بس عم تنتقدهم بنتقد شخص يعني بيعمل شيء غلط بنتقد الشيء الغلط اللي هو عم يعمله مثلا عمل غنيه ما عجبتني بنتقد الغنية ما بقول هو شكله بشيء على الكاميرا طيب. أو إنه طالع بشكل تحب نشوف مقطع ونرجع نكمل؟ أوكي طيب. يلا داخل طولا دخل ايدا دخل اجرا دخل عينا وانفا اخت الزناخة ابو شحاطة فيديو اليوم عن غنية تيك توكية مجلوقين عليها الشعب الرومانسي خلينا نبلش جيش السلل كيفكم يا باشا سافا بيبي كالعادة وصلونا هذا الفيديو 100,000 لايك معلم وشي تاني عم بتأخر بالتنزيل لأنه الحياة بلبنان كتير حلوة أنا كتير مستغرب ليش لحد الآن ما جيتوا على لبنان يا باشا لا والله لبنان حلوة بس صاير ما في نت ما في كهرباء وكمان لازم تتعودوا أنه أضل أصور على الواقف لأنه أخذت قرار أنه أضل شامخ وواقف ومرفوع الرأس وأكون طول الفيديو على إجري والعود على الكرسي للحريم يا باشا لا عم بمزح بس قال لي الدكتور انه لا تكتر عود على الكرسي كرمال الكولون العصبي ما يتحرك معه وبس هي هي القصة وشيء أخير عن جد حكيت عن مفاجأة صار لي زمان عم بتعب عليها يقولون لا ترمي الناس بحجار وبيتك من أزاز يس شو اللي عم تقدمه؟ هل عم أقدمه كيفك؟ تمام عم أقدمه؟ شو رأيك؟ تمام هاي أنا سلسلة ماشي فيها على اليوتيوب إنه بنتقد أغاني أو ترند على التيك توك بنتقده بحكي عنه عرفت كيف؟ فيس أغلبهم بيجيبوا العيد بيجيبوا العيد يعني أنت جبت العيد ولا ما جبت؟ لا ما جبت العيد الحمد لله لحد الآن ما بعرف إذا بجيب العيد بعد هلا طب أكثر انتقادات أنت ممكن تتعرض لها على السوشيال ميديا ممكن حد يقول لك أنت تقيل دم مثلا بترد عليه بتقول له بقول له طبيعي إنه عادي يعني في بنظر كتير عالم أنا تقيل دم أوقات بشوف حالي أنا بايخ يعني بس عم حاول أتطور طيب ناوي تعمل ايه الفتره الجايه حتشتغل على ايه اكتر حاجه يعني شكل المحتوى قد ايه هيتغير بما انه انت في دبي في يعني محتوى اكبر راح يتغير كتير ان شاء الله يعني من حيث التقديم من حيث الانتاج راح اعمل غنيه قريبا كمان ليش زعلان مش نايم كتير ليش مش نايم والله كنا
سهرانين مع شباب عم نلعب طابة. شكلك راح تجيب بلا ما تجيب لهي خلينا ننهي اللقاء. شكرا كلك ذوق يا باشا، كثير انبسطت معكم والله. اكيد والله اكيد ولو منعيدها ان شاء الله. اكيد يلا خلينا نروح إلى مصر. مصر بمناسبة انتهاء الأسبوع العالمي للتوعية بمرض نقص صفائح الدم المناعي أقيمت عدة فعاليات في القاهرة، أبرزها مسيرة للتجديف شارك فيها شباب لدعم مرضى ATP والتوعية بهذا المرض النادر. التفاصيل مع سمر باشات. ستون شخصاً شاركوا في مسيرة للتجديف في نهر النيل لدعم مرضى نقص صفائح الدم المناعي بمناسبة انتهاء الأسبوع العالمي لهذا المرض. ما تعدش وعيش هو شعار الحملة، والهدف منها التوعية بهذا المرض النادر، التوعية للمريض والأسرة والمجتمع بأكمله. مرض نادر بيجي لحوالي 3000 في كل 100,000، وبالتالي بدأنا حملة ما تعدش وعيش. الحملة دي هدفها زي ما كنا بنتكلم نشر التوعية، بنحاول ان احنا ندمج الفن والثقافة والرياضة، اكتر حاجتين بيوصلوا للناس من غير باختلاف اللغات علشان نشر الوعي. بدأنا بان احنا نورنا القصر العيني، النهاردة معنا الاتحاد المصري للشراع بيساعدنا في الفعاليات دي زي ما انتم شايفين المجموعة اللي بتعمل التجديف في النيل، والحقيقة كان في مجموعة كتيرة من المشاهير كمان تبنت الحملة دي على السوشيال ميديا علشان تنشر الوعي عن الITP. هذا مرض مناعي فيه أجسام مضادة داخلية داخل جسم الإنسان بتهاجم الصفائح الدموية للإنسان نفسه. إحنا عايزين طبعا زيادة الوعي يبقى للمرضى وأهل المرضى وكل الناس، أولا للاكتشاف المبكر، ثانيا لدعم هؤلاء المرضى، ثالثا لتوعية المرضى بالنسبة للأكل، بالنسبة للحركة، بالنسبة للرياضة، وإحنا هنا في نادي التجديف المصري، بالنسبة لطريقة العمل، نوع العمل اللي هيختاره. التوعية المطلوبة تشمل الكشف والعلاج المبكر، اتباع أسلوب حياة صحي، ممارسة رياضات غير تلاحمية، والدعم النفسي من قبل أهل المريض. رياضة التجديف هي رياضة غير تلاحمية، فنسبة الإصابة فيها ضعيفة جدا، ودي تتمشى مع بعض القدرات الخاصة زي نقص صفائح اللي هي الدم، فيقدروا يلعبوا اللي هي الرياضة بقوة فيها. المسيرة هي جزء من حملة على مواقع التواصل الاجتماعي أقامتها عدة جهات وشارك فيها نجوم الفن والرياضة. مفروض دور أي شخصية يعني معروفة أو عامة أو أيا كان إن هي لو تقدر إن هي توعي خصوصا الشباب اللي هم الفولورز أو المتابعين الأساسيين ليها بحاجات معينة، سواء قضايا أو سواء أمراض أو سواء مشاكل في المجتمع عامة، دي مسؤولية ومسؤولية مهمة. وفيناكم بالأمس من وادي رم وبالتحديد من مهرجان المناطيد، نعود اليوم إلى سماء الصحراء الأردن. 25 منطادا من مختلف دول العالم شاركوا في مهرجان المناطيد الأول من نوعه، والذي انطلق من وادي رم ليشمل كافة مدن المثلث الذهبي. نتابع. ليلة هادئة في رم، وشعلات نار هي من أيقظتها مستقبلة شروق الشمس. الجميع بانتظار رحلة غير تقليدية في الصحراء، أبطالها مناطيد قادمت من معظم بلدان العالم في مهرجان هو الأول من نوعه. السماء مشرقة بمنطاد، فكان لابد من الإقلاع والاستمتاع بالصحراء لكن بعيدا عنها. قمت بالطيران بالمنطاد في مختلف بلدان العالم، ولكنني أعود دائما إلى الأردن للطيران في رم لأنه من أروع المناطق.
يزيد الارتفاع فيزداد المشهد جمالا. أما فريق البروموتر فقد رافق رحلتنا بعرض جوي لأبطال هذه الرياضة، مشهد هو انعكاس لمتعة التحليق في السماء، فيما ينتظر كثيرون عيش تجربة شدت أنظارهم لها. جانا 25 منطاد من 7 دول مختلفة، كلها دول أوروبية. بنتمنى إن شاء الله السنة الجاي راح يكون في معنا دول عربية شقيقة، وراح يكون الأعداد كثير أكبر. عاملين خطتنا على أكثر من 100 منطاد. في فضاء المثلث الذهبي تدور رحلة مناصيد قادمة من مختلف دول العالم، فمن الرم إلى البتراء والعقبة، تعطي سماء هذا المكان جوازاً ثارياً لعبور أجمل الأماكن وعيش تجربة تختلف بأطيافها وألوانها. من وادي رم جنوب العاصمة عمان، زو جميل العربية. لنعود إلى متابعة تطورات العاصفة شاهين. إلى المزيد ينضم إلينا من الفجيرة عبدالله المطوع للحديث أكثر عن آخر تطورات الإعصار شاهين اللي انطلق وفي طريقه. عبدالله، ضعنا في تفاصيل الصورة، البحر هايج شوي ولا ليه الحين مقبول؟ نعم عادل، مثل ما نتابع يعني هيجان البحر هو أقل من أمس، ربما كان بالأمس ارتفاع الأمواج وصلت إلى 3 إلى 4 أمتار، ولكن مع صباح هذا اليوم يصل ارتفاع الأمواج إلى تقريبا 1 متر إلى 2 متر، ولكن ما يميز صباح هذا اليوم وصول كثافة من السحب التابعة الناتجة عن المدار شاهين. نشاهد يعني لو يضعنا المصور في صور لكثافة السحب المدارية التي وصلت إلى السواحل الشرقية لدولة الإمارات المطلة على خليج عمان. نعم، ويوجد بعض رذاذ الأمطار، وقبل قليل كان هناك بعض الأمطار الغزيرة في عدد من المناطق في العين والمناطق الشرقية. ومثل ما تابعنا بالأمس الآن البحر في حالة مد، فوصوله إلى المناطق الغير اعتيادية لم تصل إلى هذا المستوى حتى اللحظة. طيب عبدالله، يعني كان في حالة من التأهب يوم أمس في الإمارة بتخوفا من أي يعني زيادة لهذه الأعصار أو زيادة في ارتفاع الأمواج. خليني أفهم منك أكثر، هل انخفضت هذه العاصفة أو الإعصار إلى عاصفة مدارية كما يقولون؟ ماذا تقول الأرصاد في الوقت الحالي وتوقعاتهم خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق؟ بالفعل بالأمس حقيقة رصدنا عدد من التجهيزات والاستعدادات الاستثنائية بوضع أحجار وحواجز رملية على الساحل الشرقي في مدينة كلباء وكورنيش، أيضا الفجيرة وخرفكان، وتحسبا لأي من الأحداث التي ربما ترافق هذا الإعصار. ولكن حسب ما نتابع من الأرصاد أنه تحول إلى من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية. نعم، على عاصفة مدارية. نعم، وهذا ما نتابعه، ربما يكون مساء هذا اليوم أو بعد ساعات أمطار متوسطة على عدد من المدن، ولكن بالأمس رصدنا أمطار غزيرة في مدينة العين التابعة للعاصمة أبوظبي، ولكن تبقى الأوضاع مستقرة تماما هنا في الساحل الشرقي المطل على خليج عمان. زين، في تنبؤات عبد الله عن الايام القادمه، الساعات القادمه، شو اللي من الممكن يصير ولا انه شاهين غدا شره خلاص خلصنا؟ والله عاد هذا اللي نتمناه، لكن أكيد المتوقع ان يكون هناك في امطار. مثل ما نشاهد يعني كثافه في السحب الناتجه عن هذا الاعصار، اعصار شاهين، وربما نشهد خلال الساعات المقبله أمطار متوسطة. أمطار مقدور عليها، بس الهواء عبد الله، الهواء هذا اللي الهواء قل جدا، قل. نعم نعم قل، أمس كانت سرعة الهواء في هذه المنطقة 40 كيلومتر في الساعة، نتحدث الآن عن 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة، إذن اعتيادية هذه سرعة الرياح، هذه اعتيادية من حين إلى حين، وخاصة في شهر أكتوبر مع بداية دخول
فصل الشتاء هنا في دولة الإمارات. إذن الأجواء مستقرة حتى الآن. الزميل عبد الله المطوع كان معنا من الفجيرة، شكرا جزيلا لك. إلى مصر، وهناك علقت سيدة مصرية لافتة على سيارتها مكتوب فيها طلاق سعيد، أخيرا اطلقت، وتجولت فيها بشوارع القاهرة كنوع من الاحتفال بطلاقها. حفلات الطلاق لم تعد مقتصرة على حالات فردية من مشاهير، بل أضحت السلوكا منتشرا تسلل إلى مجتمعاتنا العربية، وظاهرة نناقشها اليوم في حلقتنا بصباح العربية. هو طلع بتعمل له فاعل اول مره يختي اسمعها في حياتي. طيب بس يا اختي، الواحده هتقول لها ايه؟ تبارك لها ولا تاخد بخاطرها؟ لا دي ولا دي، امال هتقول لها ايه؟ انا يا اختي هلعب لها شفايف كل تفهم وتفهم. الزغاريد والورود والفساتين المزركشة لم تعد تقتصر على حفلات الزفاف فقط، بل أصبحت النساء ترتدينها في آخر صيحات طقوس المجتمع، حفلات الطلاق. انت عاملة حاجة الليلة يا ستي؟ ايوه عاملة فرح. فرح؟ انا عازماكوا الليلة عندي في البيت، بس لما تيجي بعدين هتعرفي. عاملة فرح. فرح ايه يا ستي؟ فرح طلاقي. هو الطلاق بتعمله فرح يا ستي؟ ترند جديد ظن المصريون أنه يضرب بعادات وتقاليد المجتمع عرض الحائط لكونه جديدا تماما، ولكن الواقع يقول عكس ذلك، حيث هذه الظاهرة وجدت منذ الزمن القديم. أخيرا اتطلقت، أخيرا أنا دلوقتي هعلي صوتي عليه. فأقدم حفل طلاق أقامته الفنانة مديحة يسري عقب انفصالها من الفنان محمد فوزي، وكان ذلك بغرض الاحتفال بعودتهم أصدقاء وتوطيد الود بينهم، ودعته مع العائلات والأصدقاء، وهذه تحديداً أحد أنواع حفلة الطلاق الرائجة بين المطلقين. طب العروسة برجلك اليمين والنبي. كنت هتقطع الفستان يا حيوان. حيوان؟ انت قلتي الأدب عليا الطلاق، ما تقعدي على زيتي دقيقة واحدة. انت طالق عامله لي حفلة عشان اتطلقت منه؟ اخس، ده كان فرش لها روحه في الجادة. بكرة تندم تعض الأرض من الندم، هي هتلاقي ظفره. أما اليوم فظهر نوع جديد من حفلات الطلاق غرضه انتقامي، ويحتفل أبطاله باستعادة حريتهم، مثل تلك الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة سيدة ملصق عليها بوسترات تحمل عبارات فرح بطلاقها، مثل أخيرا اتطلقت. وأيضا حفل الطلاق الشهير لملكة الجمال الأمريكية شانا موكلير التي احتفلت بكيك تظهر أعلاها عروس وأسفلها عريسها غارق في دمائه، وعبرت بأنها بعد احتفالها بزواجها اهتمت بالاحتفال بانتهائه أيضا. وبين الانتقادات والتشجيع، شاركونا برأيكم في هذا الطقس من طقوس الطلاق. ندى حجازي، صباح العربية، القاهرة. معدلة الطلاق في العالم العربي في تزايد، وهذه آخر الإحصائيات. احتلت الكويت المركز الأول في قائمة أعلى معدلات الطلاق عربياً، فقد بلغت 48 من إجمالي عدد الزيجات. وفي مصر بلغت حالات الطلاق 218 ألف حالة طلاق خلال عام 2020، بواقع حالة طلاق كل دقيقتين، وهو ما يمثل تهديداً للواقع الاجتماعي في مصر. وشهد الأردن 58 حالة طلاق يومياً في عام 2020. وفي الإمارات بلغت نسبة الطلاق في إمارة أبوظبي في نهاية عام 2020 30% تقريباً، في حين تسجل معدلات الزواج تراجعاً بين الشباب اللبناني، إلا أن معدلات الطلاق في ازدياد ووصلت نسبتها إلى 20%. أما في السعودية ارتفعت معدلات الطلاق في العام 2020 بنسبة 12.7% مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ عدد سكوك الطلاق في المملكة أكثر من 57 ألف صك، سجلت أغلبها في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. سألنا الناس في الشارع عن رأيهم في هذه الظاهرة، نتابع الإجابات. بص، من وجهة نظر ان هما بينتقموا من بعض، يعني انا شايفاها كده ان هما بينتقموا من بعض. هي مثلا بتبقى عايزه تبين له ان هي مش فارق معاها، وهو برضو نفس القصه، لو انا خدت احسن منك مثلا. والله هي فكره حلوه وجميله، بس الواحده تكون عندها جراءه اصلا انها تعملها. بس انا عن نفسي يعني اخاف شويه ان انا اعملها او اقلع عشان منظري قدام برضو الناس وكده، فمش هينفع يعني. ممكن فلوس زياده للناس اللي هي مثقفه او المتعلمه او اللي معاها فلوس زياده او اللي بتستعرض، واما الناس الجهله ما حدش بيعمل احتفال للطلاق خالص خالص، يعني بيداروا جماعه شعبيين وجماعه بتوع اقصى الصعيد، دول بيداروا نوع من السفه والتدهور الثقافي والفكري، بيحتفلوا بخراب البيوت.
ده بيبقى انسان ممكن يكون جواه كبت فبيخرجه في صوره ان هو بيحتفل، زي انسان بيبقى قازم غيظ جواه وبيحاول يظهر عكس اللي موجود جواه فبيظهرها في صوره مجنه، حفله، مبسوط من شيء، بيقلد حد. كواحده مطلقه ما عملتش حفله طبعا للطلاق، انا كنت متضايقه جدا وكانت نفسيتي تعبانه جدا ان بعد حياتي العمر ده كله ان انا ضاعت. معنا حول الموضوع من القاهرة الفنانة المعتزلة هناء حامد، أهلا بك معنا، صباح الخير. ويعني بقينا نشوف هذه الحفلات كتيرة، هذه الدرجة بقينا نشوفها على السوشيال ميديا، كل واحدة تتطلق تعمل حفلة وتعزم صحبتها وتحتفل بهذه المناسبة. خليني أسألك أنت عن تجربتك الشخصية، يعني يمكن أن أنت تلبسي فستان من أول وجديد وتتصوري بعد جواز 22 سنة، ممكن الناس يعني تفسرها فرحة ولا بتغيظي حد كده نسى مثلا نقدر نقول؟ اولا صباح الخير على حضراتكم. المفاجاه اللي حضرتك يمكن اكيد شفت التقرير الاولاني اللي عملته مع استاذه ندى، ان كان احتفال جواز للاسف ما كانش طلاق، لان انا كنت مطلقه قبلها بكام شهر وكده، وكنت ايوه بعد شهرين من نرجع الطلاق لبعض. فانا تمام كنت لابسه الفستان عشان كنت رايحه، ولو شفت الفيديو حضرتك هتلاقي كنت رايحه له واخداه بالحضن عشان هنرجع لبعض وهنتجوز في نفس اليوم. هو اتفاجئ من اني لابسه فستان وكده في السن ده، ولو اني انا ما لبستوش في بدايه جوازي اصلا عفوا. فكنت حابه ان انا اتجوزه بس بالطريقه العاديه رغم سني وكل اللي عديت بيه، بس من حقي ان البس فستان فرح، وده اللي كنت عايزه اقوله له. لا بس اللي احنا شفناه مختلف، اتصدم لانه هناء احنا اللي شفناه انه انت قلتي انه احنا انفصلنا، وكانت فكره حتى ايه بنتك ان انت تعملي حاجه زي كده لانه انت ما لبستيش فستان فرح وحبيتي، كانت نفسيتك تعبانه حبت تعوضك بحاجه زي كده. حتى الناس سالوها انه مش خايفه على مشاعر بابا؟ انا اوكي هي كانت عايزاني احتفل، بس انا لبست الفستان ده كان هو جاي لي وانا مصوره فيديو على فكره بكده، لان كنت عايزه الفانز عندي يبقوا مشاركين اليوم ده، وكنت عامله زي فرح وكلفت التكلفه على حسابي. وطبعا انا بفكره الاحتفال بطلاق دي كنت احتفلت اول ما اتطلقت، انا كنت قعدت شهرين ثلاثه تقريبا متطلقه، واول ما خلصت شهور العده كان هو عاوز يرجع، بس حبيت ارجع بطريقتي اللي هو من حقي البس فستان واثبت له كده ان من حقي رغم سني ده، انا عندي 45 سنه على فكره، رغم ان انا عندي 45 سنه من حقي البس فستان فرح. المهم رغم ان انا عندي 45 سنه من حقي ان البس فستان، وكنت حابه برضو ان اي واحده في الدنيا، ان في ناس كتيره ما بيحصلهمش نصيب ان هم يتزوجوا لظروف ما، فما بيتحرموا ان هم يلبسوا فستان فرح. كنت عايزه اشجع اي واحده في الدنيا تلبس فستان فرح، ومن ضمنهم انا ما لبستوش طول حياتي. فكان في اليوم ده المفروض ان احنا نتجوز، وعندي على فكره الفيديو موجود عندي على القناه ما شلتوش لحد دلوقتي. يعني انتوا رجعتوا لبعض افهم من كده؟ نازلين لا ما رجعناش، هو رفض لان شكل يعني هو دايما بيفكر على شكله قدام الناس في الشكل المجتمعي يعني والحاجات اللي زي كده، فهو رفض ان احنا نتجوز بالطريقه دي والبس فستان فرح، وعاوز واحد كسن وسني نتجوز بالطريقه اللي هي ايه، بلاش الناس يعني نعمل موضوع الهبل اللي بالنسبه له هبل وكده، نلبس فستان فرح وعيش اللحظه الجميله. انا بالنسبه لي اهم حاجه اسعد نفسي، فما يهمنيش بقى شكلي قدام الناس والمجتمع، لابسه فستان مش لابسه فستان، طالما ما بعملش حاجه تغضب ربنا خلاص. المهم هو رفض الفكره دي، ولقيته ما اتغيرش منه حاجه، لان على فكره كان طول الشهور اللي هي بتاعت الطلاق بيثبت لي ان هو اتغير، فاقل حاجه يعني قلت ايه لو هو اتغير فعلا وقبل فكره ان البس فستان، لانه كنت بطلبها منه على فكره كتير قوي ان البس فستان ونعمل زي ناس كتير بيحتفلوا في بعد جوازهم وكلام من ده، فكان بيرفض. بس دي كانت رده فعله. ايه رده فعل الناس، الانتقادات، التعليقات، انه بعد 22 سنه حبيت ان انت تلبسي الفستان وبعد الانفصال يعني؟ والله هو على الترند اللي ما كنتش عامله حسابه خالص، لقيت الناس كلهم بيقولوا لي يعني انت شكلك حلو في الفستان، وقالوا كلام جميل جدا وكده، وفي طبعا اكيد في سلبيات، بس انا الفكره عندي ان انا كان نفسي البس فستان فرح، يحصل جواز ما يحصلش جواز، انا نفسي احقق امنيتي والبس فستان فرح، بس والله يا ربنا يعلم ما كانش احتفال ابدا. بس في النهايه لما هو سابني ومشي ورفض ان هو يكمل الجوازه ويكمل اليوم وكده،
خدت ولادي ووقفت قدامهم يعني حسستهم ان ولا حاجة هنحتفل برضو كده، ورحت اشترينا حاجات يعني تورتاية وكلام من ده ونروح البيت، بس ما جانيش قلبي ساعتها ان اقطع تورتاية واحتفل واكمل مظاهر الاحتفال، لان ما ظنش ان في حد يحتفل بالطلاق الخراب يعني. لا اعتقد انه في حاجات كتير اتغيرت هنا من شهرين، لان انا سمعت كل تفاصيل الموضوع منك على الهواء مباشرة من كذا قناة ومن الفيديو اللي انت منزلاه، وكالتفاصيل الموضوع انا سمعته بكل حذافيره، فواضح انه في تغيير في حياتك، مش حابه ان انت تعرضيها على الهواء اكتر. يعطيك الف عافيه الفنانه المعتزله. لا خالص والله حلم. انا بكلم بكل مصداقيه والله. شكرا لك. اهلا. بكلم بكل مصداقيه والله، وانا يعني في حاجات اتغيرت، ممكن تديني بس فرصه؟ اتفضلي. الو معانا، اتفضلي. معايا انا عايزه اقول لحضرتك اللي اتغير، ان انا في الوقت ده كان في حاله نفسيه صعبه، لان كنت خارجه لسه من تجربه الطلاق وكان نفسي ارجع، فهو رفض ان احنا نرجع بالطريقه اللي انا عايزاها. اللي اتغير دلوقتي ان الحمد لله الواحد فهم يعني اللي انا عملته ده غلط، ان البس فستان هي كانت حاجه نفسي فيها، بس لا قدمت ولا غيرت. وبعدين موضوع الاحتفال بالطلاق ده، طيب. انا عايزه اقول لحضرتك اللي بيعمله يعني نوعين، النوع اللي بتكون عايزه تحسس الناس اللي هو مش هممها حاجه، او النوع اللي هي بتبقى عايزه تخلص فعلا من الجحيم اللي عايشه فيه وتبتدي حياه جديده، انما انا ما كنتش من النوع اللي عايزه ابتدي حياه جديده. في اي وقت يا هناء يعني اكيد الانسان يقدر يبدا حياه جديده. يعطيكي الف عافيه، بتمنى لك التوفيق في حياتك. كانت معنا الفنانه المعتزله هناء حامد من القاهره. تفضلي. ما فيني شيء. الحياه عادت الى المدن الكبرى، واذا تحدثنا عن الحياه لابد ان نتحدث عن المسرح، واذا تحدثنا عن المسرح لابد ان نتحدث عن لندن، وفي لندن احمد العناني. طيب. انا في ويست اند في لندن، مركز لندن الثقافي والفني. يكفي ان تسير بضعة خطوات لتنتقل من مسرح الى اخر. داخل كل مسرح تعرض مسرحيات غنائية، بعضها يعرض من عشرات السنين. هذا مسرح الليثيوم، حيث تعرض المسرحية الغنائية الأشهر لايون كينج، والتي تعرض منذ العام 1999 بلا توقف. وهنا دار الأوبرا الملكية، جدول العروض مزدحم بالعروض السيمفونية العالمية منذ أن تم تدشين هذا المبنى في العام 1946. أما هنا يقع مسرح سافوي العريق، والذي يعمل منذ منتصف القرن التاسع عشر. يعرض فيه مسرحية Pretty Woman المأخوذة عن رائعة ريتشارد جير وجوليا روبرتس. وختام جولتنا سيكون هنا من مسرح أدلفي، والذي يعرض مسرحية Back to the Future أو العودة إلى المستقبل، آخر الإضافات الجديدة لمسارح الويست إند، والتي عادت هي الأخرى لزخمها بعد أن أسدلت ستائر مسارحها لأكثر من سنة ونصف. لصباح العربية، أحمد العناني. طيب، نروح إلى معرض الرياضة الدولية حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري، حيث تحتفي العاصمة السعودية بالكتاب العالمي واستضيف نحو 1000 ناشر من 30 دولة. الدورة الحالية للمعرض تأتي بعد عام من الانقطاع نتيجة إلغاء الدورة السابقة لعام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعقد خلالها مئات الندوات خلال هذه الدورة طبعا الثقافية وكذلك الحفلات الأدبية، فضلا عن مؤتمر الناشرين الدولي واحتفاء بالعراق ضيف شرف لهذه الدورة.
معنا من معرض الكتاب في الرياض مراسلة العربية غادة الفهد. صباح الخير يا غادة، وأهلا بيكي من جديد في صباح العربية، نورتينا. وخليني أسألك يعني عن معرض الكتاب لهذه الدورة، ما هو الجديد خاصة أنه غاب عننا من يعني من سنة بعد توقف، عاد من جديد معه الكثير من التفاصيل. صباح النور والسرور، كما تشاهدون أنا الآن أتواجد في معرض الرياض الدولي للكتاب. زاد إقبال الناس اليوم على هذا المعرض بشكل كبير، رجعت الناس مشتاقة بعد انقطاعه بسبب فيروس كورونا والأجواء والظروف اللي حاصرتنا في ذلك الأوقات. اليوم رجع لنا معرض الكتاب بحلته الجديدة طبعا اللي نظمه وزارة الثقافة أيضا بالانضمام إلى هيئة النشر هيئة الأدب والنشر والترجمة. فكما تشاهدون أنا تواجد اليوم في هذا المعرض، ما في إقبال كبير في هذا الوقت لأنه حيفتح المعرض بعد ساعة من الآن، لسه بدري، فإحنا جايين بشكل مبكر حتى نغطي هذا المعرض. زي ما تشوفون الكتب موجودة في كل مكان طبعا بمشاركة 30 دولة عربية و غادة دولية. غادة إذا سمحتي لي، ماذا عن العناوين؟ هل يعني في السابق كانت هناك مقص الرقيب إنجاز التعبير كبير جدا، لكن اليوم العناوين عناوين الكتب، ماذا تلمستي من خلال جولتك في المعرض والتقائك بالناس؟ أكيد الجميع يجمع بأن الكتب اليوم هي ثقافية وأيضا تطويرية، وطبعا معرض الكتاب عرفناه سابقا أن كان فيه بعض التحفظات على بعض الكتب أنها ما تطلع. اليوم حتى الطفل صار له الكتب، وأيضا في الكتب الخيال العلمي، ويعني مكان خاص فقط لكتب الخيال، كتب الرسم، أيضا كتب الإسلام، أيضا كتب الثقافة، كتب التطوير، تنوعت وجود الكتب اليوم في هذا المعرض. هذا في تركيز على الكتاب الصوتي والرقمي، زاد إقبال الناس عليه. نعم، اليوم عندنا أيضا الكتب الصوتية والكتب الرقمية أيضا، حتى أن البث اليوم صار عبر موقعهم الخاص لمعرض الكتاب بثوث وكتب، نقدر أننا نعمل جولة في موقعهم الخاص، نقرأ الكتب في الخاصة في معرض الكتاب، وأيضا نحضر الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية والفنية اللي تنظمها اليوم وزارة الثقافة وتعطيها لهذا المعرض. قوات الله يا غادة، أنت طبعا تجولتي وعديتي لنا تقرير، خلينا نشوفه وياك. شكرا. من 30 دولة ارتحل صانعو الكتب حول العالم حاملين عشرات الآلاف من عناوين الإنتاج الثقافي والإنساني، ليقضوا في الرياض 10 أيام بدأت من غرة شهر أكتوبر الحالي وحتى 10 منه. على مدار الأيام العشرة سيشهد معرض الرياض الدولي للكتاب العديد من الندوات والأمسيات الثقافية ببرنامج شامل سيقدم العديد من الأسماء الأدبية في العالم العربي، وستعقد عشرات حفلات توقيع لكتب جديدة تصدر لأول مرة خلال معرض الرياض الحالي. معرض الرياض للكتاب عاد بعد عام من التوقف بسبب كورونا، حيث تحرص الجهات الثقافية السعودية على دعم عالم الثقافة والأدب وتقديم ما هو جديد في عالم الكتب لجمهور صنف خلال آخر الإحصائيات بأنه من أكثر الجماهير العربية قراءة. ويحدث كل ذلك وسط إجراءات احترازية والتزام كامل بمعايير الأمن والسلامة والوقاية ضد الفيروس من قبل جميع الحاضرين. لكن الأبرز ربما هو توفر عناوين قد تكون غابت خلال السنوات إن لم يكن العقود الماضية.
ننتقل إلى موضوع جديد. أسابيع تفصلنا عن مهرجان القاهرة السينمائية الذي يعد أحد أكبر وأبرز المهرجانات والفعاليات الفنية في المنطقة العربية، ويحضره مئات الفنانين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. المهرجان بدورته 43 والذي يعقد في 26 من شهر نوفمبر المقبل سيكون مجدداً برئاسة الكاتب والمنتج محمد حفظي، الذي يحل ضيفاً علينا اليوم في صباح العربية ليطلعنا على جديد التحضيرات والأعمال. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو المخرج المصري محمد حفظي. صباح الخير. صباح الخير، ازيك؟ الله يخليك. اهلا وسهلا. دائما نقول الحياة سعيدة، ومهرجان القاهرة لا يعنى عليه عادة بأنه اليوم ما الذي التحدي الذي الجديد الذي سيقدمه وما الذي سيكون من أفلام؟ يعني طبعا احنا لسه ما خرجناش من جائحة الكورونا وعندنا تحديات كتير. احنا دايما مهرجان القاهرة او المهرجانات السينمائية في العالم العربي بشكل عام دايما بتقام في ظروف صعبة، يمكن باستثناء المهرجانات القليلة المدعومة بميزانيات ضخمة من الدول التي تقام فيها. يعني انما مهرجان القاهرة هو مهرجان عريق وليه تاريخ كبير وكمان ليه جمهور حقيقة بيستناه كل سنة، لكن دايما في تحديات. واحنا يعني انا يمكن السنة دي بالنسبة لي السنة الرابعة حتى مش التالتة، بنحاول كل سنة ان احنا نبني على المكاسب اللي حققناها السنة اللي قبلها، ان احنا يعني في خلال الفترة دي قدرنا ان احنا نعمل كذا حاجة. اولا بتقرب المهرجان من الجمهور ومن الصناعة سواء محليا او اقليميا او حتى على المستوى الدولي يعني. لكن السنه دي احنا خلاص فاضل 6 اسابيع و7 اسابيع المهرجان، قربنا نعلن عن برنامج المهرجان ان شاء الله في مؤتمر الصحفي الشهر الجاي. مش هتسرب لنا حاجه اللي انت عايزه، اقول لك اللي انت عايزه مش مشكله. طيب انا قبل ما نعرف تفاصيل عن الدول المشاركه، عن تفاصيل اكثر عن المهرجان الافلام المشاركه، خليني اسالك عن مهرجان الجونه. كم مهرجان الجونه ممكن يؤثر على مشاركه بعض الافلام زي ما بنشوف السنوات الماضيه؟ الى اي مدى سيؤثر هذا العام؟ مهرجان الجونه مهرجان في فتره قليله قدر يثبت نفسه على الساحه ان هو مهرجان مهم، وفعلا دايما اختيارات انا بشوف اختيارات الاداره الفنيه بتاعه مهرجان الجونه دايما مميزه جدا في اختيار الافلام، في الطريقه اللي بيدعموا بيها المشاريع الكلام ده كله. لكن في انا شايف يعني مش عايز ابص الموضوع ان في حاله تنافسيه ما بين المهرجانات العربيه، انا افضل ان احنا نبص عليها ان هم بيكملوا بعض. صحيح في تنافس على الافلام، في تنافس احيانا على الضيوف، احيانا في تنافس على الرعاه او على المشاريع اللي بتتقدم في سوق الانتاج المشترك، لكن في الاخر الصناعه محتاجه المهرجانات دي، لان المهرجانات دي بتقدم حاجات كتير قوي للسينما العربيه. يعني لولا وجود البحر الاحمر وقبل كده مهرجان دبي ومهرجان الجونه ومهرجان القاهره، اعتقد ان الصناع او المنتجين والمخرجين اللي عندهم مشاريع مش هيلاقوا حتى يلجأوا اليها للسينما المستقله الا الغرب او الانتاج المشترك مع اوروبا. طب اذا ما كان في حاله مقارنه، هل هي في حاله انه مثلا من الممكن ان يكون قائمه طويله للافلام التي من الممكن ان تكون في مهرجان القاهره السينما هي القائمه القصيره التي ستتنافس اذا جاز التعبير، ام انه اليوم المهرجانات كل واحد في عالم ليست كالمهرجانات في امريكا مثلا؟ لا، بس هو يعني ده طبيعه المهرجانات في العالم، ان كل مهرجان بيحاول ينفرد بمجموعه من الافلام المهمه اللي هو بيقدمها، واحنا المشكله ان احنا كلنا بنتنافس على العرض العربي الاول. يعني انا في مهرجان القاهره لما باجي اقدم افلام سواء في المسابقه او خارج المسابقه بتبقى 90% منها عرض عربي اول، يعني بتبقى عرض اول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. والجونه نفس الشيء، او مهرجان البحر الاحمر او مهرجان قرطاج احيانا ممكن يكون مش دايما مهتم بالافلام اللي هتشارك ولا لسه؟ انا شفت نسبه كبيره منها افلام المسابقه بالذات. لكن انا مش المدير الفني، احنا عندنا مكتب فني. طب ايه اللي هيشارك على الاقل؟
لا احنا دي ما اقدرش اقولها لك، بس لا ما بيكون في فيلم مصري، ان في افلام كتيره حصلت على جوائز في اهم المهرجانات العالميه، ان شاء الله هنقدمها في مهرجان القاهره، سواء من مهرجان كان او فينيسيا اللي أو شاركوا في ايطاليا هيشاركوا في المنتج الفلسطيني. اميره مثلا لا أميرة إنتاجي، فما أقدرش أحطه في ليه؟ ليه تضارب مصالح في الحتة دي، فما أقدرش. طيب أنا عايزة أقف عندك عن هذه النقطة، وكان يعني فيلم أميرة وأيضا فيلم ريش، ريش يعني صدفة أن تكون أفلامك من إنتاجك السنة دي والسنة اللي فاتت من جوائز اللي كان، ولا في الحظ بيلعب دور؟ طبعا الحظ بيلعب دور، بس أنا أعتقد أن أنا يعني بحب اشتغل مع الناس الموهوبه، وبحب نشتغل مع المخرجين اللي عندهم رؤيه وقدره انهم يصنعوا افلام تنافس وتاخد جوائز على المستوى العالمي. لكن بيبقى في توفيق من عند ربنا طبعا في الحاجات دي. في معايير معينه بالنسبه للمهرجانات كان تحديدا بما انه انت مشارك؟ لا ما اقدرش اقول ان في معايير معينه، هو الواحد لازم يعمل فيلم كويس، فيلم مش مكرر، مش نسخه من افلام كتير اتعملت قبل كده، فيلم فيه صوت المخرج او الكاتب بيبقى يعني بيعبر عن نفسه بطريقه جديده، بطريقه سينمائيه. اللغه السينمائيه نفسها بتلعب دور كبير قوي في تقييم الفيلم من قبل التحكيم. انا راح اعيد السؤال او الفرصه، حظ ولا حرفه؟ لا مش ممكن يبقى حظ يعني 24 يعني هو حرف. لا ما ساعات مش دائما، لانه اختيار، حتى اختيار المخرج اختيار الكاست العمل هو هذا جزء من انه قراءه مستقبليه لاين من الممكن ان يصل الفيلم ولا اكيد. بس خلي بالك اولا انا جاي من الباك جراوند بتاعي تاليف، يعني انا كاتب يعني منتج بتدخل شويه او بحاول يبقى لي دور فني شويه في العمليه، لكن في الاخر المخرج هو رب العمل. يعني المخرج هو بالنسبة لي أهم حاجة، مين طبعا مخرج الفيلم ده؟ إيه الموضوع اللي بقدمه؟ هيحكي الموضوع ده إزاي؟ أنا بتكلم على مستوى السينما، يعني هيحكيه إزاي؟ إزاي أقدر أوفر له عناصر تساعده إن هو يحكي الموضوع ده، أو يعني يعمل الموضوع ده بشكل يقدر ينهض بيه إن هو يبقى فيلم ينافس على مستوى عالمي؟ يعني قصة جيدة، تمويل كبير، ورؤية إخراجية. مش شرط كبير، لا مش شرط ميزانية ضخمة، لكن ميزانية محطوطة بشكل مظبوط مناسبة، والموارد اللي هو محتاجها يلاقيها، حتى لو الميزانية منخفضة جدا بس ممكن تكون كافية جدا بالنسبة للعمل ده عشان يتعمل بالطريقة المظبوطة. الفكرة يعني والمعالجة. يعطيك ألف عافية المخرج المصري محمد حفظي أو المنتج محمد حفظي. نهاية حلقتنا اليوم مع الموسيقى. عندما بدأت مشوارها في الغناء منذ الطفولة، لافتة إلى أن جميع أفراد عائلتها يجيدون الغناء، بالتحديد مع فنانة إيمي طه آخر أغنياتها شبابيك، لكن هذه الأغنية لم تطرح بعد. المزيد تنضم إلينا من القاهرة المغنية المصرية إيمي طه. إزيك يا إيمي، منورينا في صباح العربية، ويعني عايزة أتكلم وأسأل قبل ما نسمع صوتك الحلو ونعرف تفاصيل مسيرتك الفنية، خليني أسألك في البداية، مطربة ولا ملكة جمال؟ أنا في البداية مطربة. صباح الخير الأول. صباح الفل. في البداية مطربة، لأن أنا بغني من وأنا عندي 5 سنين، وبعدين ملكة جمال. حلو. طيب إيمي، أنا بخليني أبدأ، يعني السؤال هذا كان لفتح الصوت فقط، لكن ماذا حتسمعينه؟ أنا حابة اسمع قديم ولا جديد؟ اللي أنت حابة. يلا نصبح على الناس بأم كلثوم كده. يا ريت نصبح. والناس بتحب السلام برضه. يلا جدا. رجعوني عليك لأيام اللي راحوا،
علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عليا عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري. الله انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح واللي ابتدى بنورك صباح وانت انت انت عمري. إيمي يعني أنا عارفة أن أنت عملتي ألبوم ويمكن صورتي كل الأغاني اللي موجودة فيه تقريبا, وده على غير العادة يعني دايما الفنان بيصور أغنية اتنين, لكن ليه حبيتي تصوري ست أغاني منه؟ هو الميني ألبوم هو أصلا الألبوم كله ست أغاني. أيوة. وفكرة أن أنا جديدة يعني أنا عارفة الناس لسه ممكن ما تكونش عارفة شكل الميوزك اللي أنا بقدمه, ولو عملت أغنية واحدة مثلا بشكل واحد فهيحكموا قوي إن هو ده الشكل اللي دلوقتي أنا بقدمه بشكلي بقى باللوك بتاعي بالميوزك اللي بقدمها. فحبيت في الألبوم إن أنا أعمل كذا نوع ميوزك وفي نفس الوقت أقدم شكلي بكذا لوك مختلف علشان الناس تعرف إنه يعني في هنا حاجة جديدة بتتعمل. Which is إنه لما كمان يعني أعمل الألبوم كله يتصور, أنا كنت في الأول هنزله as a single كل أغنية لوحدها, وبعدين برضو قلت يعني why not إن الألبوم كله ينزل مرة واحدة especially إنه بأذواق مختلفة. فكده عجباني الفكرة especially إنها جديدة يعني ما بتحصلش إن الناس كلها بتصور ألبوم كله وينزل يعني. طب فكان عجباني فكرة أيمي إحنا صبحنا على الناس بأم كلثوم, ما رأيك نمسي عليهم مبكرا بشيء على ذوقك وأيضا شيء جديد؟ جديد؟ ممكن أغني لكم حاجة من الألبوم بتاعي مثلا؟ إيه بالتأكيد بكل سرور. أوكي. شباك قصاد شباكنا وعيوننا ما هي الشايفة أنت ارفع عيون وشبكنا فوقعنا حول الله وسرنا وجبنا آخرنا وبنستنظر ليالي وده بيسلم على كيفه وتلاوي ابن الإيه وعدى يومين ولا زرنا وتنو الشباك مفتوح لاشتاق يعرف أخبارنا ولا بيقرب ويروح شباك كل مصبرنا ليه بص شمال ويمين